المهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. باشمهندس محمد مساء الخير. مساء الخير يا عمرو بيه. اهلا بحضرتك يا فندم. لو حضرتك عندك يعني إجابة على هذا السؤال، كيف تتخذ إجراءات صيانة التماثيل وكيف يتم تنفيذها؟ يعني طبعا اللي بيتعامل مع الفراغات العامة بشكل عام كإجراءات تنفيذية هي المحافظات من خلال أجهزتها المحلية ومن خلال مجالس المدن، لكن وفقا لضوابط وضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن وزي ما يمكن حضرتك ذكرت مجموعة المشاكل اللي حصلت في أكتر من تمثال، إن أول حاجة التعامل مع الفراغ العام ما بيبقاش من خلال رؤية شخصية. يعني مثلا كان في التماثيل اللي حضرتك ذكرتها كانت موجودة بحالة جيدة، وإن الفنانين اللي نفذوها دي ملكية فكرية، يعني لو كان حد عمل تمثال من مادة معينة بمواصفات معينة بشكل معين لما يتعمل له صيانة، أول حاجة إن أنا أحافظ على رؤية الفنان اللي عمله. بالظبط. يعني زي ما حضرتك شفت هتلاقي مثلا تمثال كان معمول من الحجر لونه كله أبيض، خامة طبيعية، فلما اجي اتعامل معاه مرة تانية ما ينفعش اغير بقى الوش واحط له الوان يعني اول حاجة احترام الملكية الفكرية لصاحب العمل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا لما لقينا ان الموضوع ده بيكرر في اكتر من حالة، يمكن حصل الاجتماع مع اللجنة اللي بيمثل فيها عميد فنون جميلة واساتذة النحت ومسؤولين الترميم في وزارة الاثار، ومن خلال وزارة الثقافة برضو الخبراء اللي من الجهاز ومن قطاع الفنون التشكيلية، قلنا احنا لازم نوضع اسس ومعايير يتم توزيعها على جميع الاجهزة المحلية للتعامل مع الاعمال الفنية اللي في الشارع. يعني لما يكون تمثال من مادة معينة يبقى في مانيوال او يبقى في كتيب يقول النحاس نعمل في البرونز نتعامل معاه ازاي، الحجر حسب ماتيريال حسب الخامه اللي معمول منها العمل الفني، ندي زي اسس ازاي يحصل ترميم لهذا العمل. وفي نفس الوقت اللجنه اللي شكلناها ويمكن كانت لسه معالي الوزيره برضه تابعت الكلام ده الصبح، اي اعمال بتتم لاي صيانه في اي تمثال على مستوى الجمهوريه في الميادين يجب ان يحصل فيه رجوع لاداره الترميم اللي في قطاع الفنون التشكيليه تابع لوزاره الثقافه. ده فيما يتعلق باعمال الصيانه اللي لو انا عايز اصون او ارمم او احافظ لازم ارجع للاداره دي عشان هي اللي تقدر تبعت الخبراء او الفنيين المتخصصين اللي يتعاملوا مع هذا العمل بالشكل الفني المطلوب. طيب، واللي بيتعاملوا مع الأعمال الفنية والتماثيل دي بيبقوا يعني متخصصين 100% ولا بيبقوا قوة عاملة زي ما بيقول يا باشمهندس؟ يعني هو حضرتك المشكلة إن اللي بيتعامل معه هو من وجهة نظره إن هو بيضيف بعد، يعني هو بيرى إن هو بيجمله، هو ده رؤيته الشخصية، لكن احنا زي ما قلنا ان الاعمال الفنية لا يجب انها تخضع لرؤية شخصية لحد بينزل بيقول انا بجمل او بطور، يجب انه يخضع للمتخصصين والفنيين اللي يقدروا يحددوا ايه الخامة وايه اللي يجب ان احنا نتعامل معاه علشان نحافظ عليه ونصونه. يعني زي ما بنقول كده، يعني عايز كل واحد عايز يحط التاتش بتاعه. يعني احنا انا زي ما حضرتك بتقول احنا عايزين بس ان يبقى على الاقل ان احنا ما نتعاملش برؤى شخصيه في اي عمل بيتعامل مع الفراغ العام، لان الفراغ العام ده بيتعامل معاه الناس كلها. صحيح. وبالتالي يجب ان اللي بيتعامل معاه يكون متخصص وله خبره في التعامل مع هذا النوع من الاعمال. احنا في الفتره الاخيره الاعمال اللي حضرتك ذكرتها من اعمال نحتيه اساءت لفن النحت في مصر، اساءت له فعلا، يعني لان مصر طول عمرها بلد النحت، هي رائده من رواد فن النحت. فلما يبقى في تجاوز من تصرفات قد تكون فرديه لاضافه لمسه على عمل فني، يجب ان انا احترم الفنان اللي عمل العمل ده، ولو هو موجود على قيد الحياه يبقى هو اللي يعمل الصحيح المطلوبه فيه، ولو هو مش يعني مش موجود على قيد الحياه في فنيين وفي فنانين قادرين على ان هم فعلا يستخدموا الخامات اللي تتعامل مع هذا العمل. والنهارده اللي خلاص يعني الحمد لله التمثال فنيين من الحي مع بمتابعه اداره الترميم من قطاع الفنون التشكيليه اعادوا التمثال ده الى حالته. واحنا يعني عندنا الصورتين، صوره قبل وبعد، يعني
الترميم. ونتمنى ان يكون ده اخر يا يعني ريت، ما انا لسه كنت عايز اقول يا ريت يا ريت يعني لا تمتد اليه يد التقبيح زي ما بيقولوا. يعني نتمنى ان شاء الله، لان فعلا الفراغ العام احنا محتاجين فعلا صورتنا البصريه فراغنا العام تكون فعلا تليق بمصر بشكل مرضي. احنا عندنا فنانين كبار، عندنا كليات فنيه من يعني النهارده بقت معظم محافظات الجمهوريه فيها كليات فنيه متخصصه تقدر تدعم الاجهزه المحليه في الحفاظ على الاعمال الفنيه في الميادين المختلفه. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد ابو سعد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. والحمد لله زي ما حضراتكم شفتم التمثال عاد لحالته الطبيعيه، شالوا الروج الاحمر ده اللي كان حاطه الاخ المرمم، ويعني عادوا الى حالته الاصليه.